طبعا سيف الاسلام القذافي مواطن ليبي ومن حقه انه هو يرشح روح على الانتخابات كاي مواطن ليبي، هذه كيف ما تقول حقه يعني. وفي النهايه بكل صندوق الاقتراع هو اللي يحكم من اللي يرشح روحه، والشعب هو اللي حينتخب. نتمنى يعني ان الشعب كله يتقدم صندوق الاقتراع وينتخب، عرفت؟ وان شاء الله ليبيا يصير منها يعني من افضل افضل ان شاء الله. في البداية أعتقد يعني أنه هو شخص ليبي ومن حقه يرشح نفسه زي باقي الأشخاص المرشحين نفسهم، أما تكرار التجربة فأنا أعتقد أنها فكرة عقيمة يعني، لأن ما فيش تجربة تكرر ومستحيل الأحداث تكون مشابهة للأحداث قبل 2011. أما أن فكرة أنه هو عاد لينتقم وما إلى ذلك فهي برضو فكرة عقيمة يعني، و أنا يعني شخصياً أرى فين ممكن يكون، بما أننا نحن مجتمع شاب فممكن يكون عنده مشاريع أخرى شاب، يعني المفروض فيه أنه يطرح برنامج الانتخابي حتى عشان الواحد يقدر يحكم عليه. لكن بالنسبة بعد إعلان سيف الإسلام ترشح الانتخابات الرئاسية، طبعا أنا مش ضد الفكرة، هو ليبي كان من ضمن النظام السابق ومن حق أنه يخوض تجربة الانتخاب مرة أخرى، والليبيين هم اللي حيحكموا من حيحكمهم في الفترة الجاية. بالنسبة ما عنديش أي تخوف من عودة النظام السابق للحكم من جديد، لأن سيف الإسلام يعي جيدا ما حدث من ثورة 17 فبراير، وأكيد عرف عقلية الليبيين أنهم الآن أصبح في وعي كبير لدى المواطن، وأصبح يعني المواطن الآن يعني متشبع سياسيا، والمرء لا يلدغ من الجحر مرتين.